الله الله. يا إخوتي ويا أخواتي، يا أيها الراحلون، إني لكم ناصح، ولنفسي مذكر وواعظ. اسمعوا وعوا قول خير الناس وأعلمهم وأشدهم خشية لربهم وأفضلهم، حيث قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي عنه أم سخط. واسمعوا أيضا وتدبروا قوله عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ قوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي. قال عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يا ابن آدم يا ابن آدم اعتبر، يا ابن آدم اتعظ، وليكن حالك كحال سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي قبل موته اجتهد في الطاعات والعبادات اجتهادا شديدا، فقيل له: لو رفقت بنفسك بعض الرفق، فقال رضي الله عنه: إن الخيل إذا أرسلت إلى السباق فقاربت رأس مجراها، قاربت خط الوصول، أخرجت جميع ما عندها من القوة، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. فلم يزل على الاجتهاد في الطاعات حتى مات رضي الله عنه. يا رب إني غريق مستجير، وأخاف من نار السعير، وأنا لأن تعفو فقير، رحمك يا رب العباد. وروي أيضا عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: يا ابن آدم يا ابن آدم طئ الأرض بقدمك، فإنها عن قليل قبرك، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك. يا ابن آدم يا ابن آدم إنما أنت كعدد، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، أي كلما مضى يوم من عمرك اقتربت ودنوت من الموت أكثر. وروي أن لقمان الحكيم قال لابنه حاثا له على الاستعداد للموت: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل أن يفاجئك. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود للذي لا بد منه،
فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحى؟ إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحى؟ قم والتزم درب النجاة، قم والتزم درب النجاة، واعمل لنيل رضا، واعمل لنيل رضا. أخي أما كفاك ما ضاع في دنيا بالفسق والآثام، فما خلقت لذا؟ أخي أما كفاك ما ضاع في دنيا درب النجاة.